بسم الله الرحمن الرحيم. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامع ذي العدد 7/18/370 والمؤرخ في 9/5/2022 والمؤلفة من السادة أستاذ مساعد دكتور علي شريف جبر فنون تشكيلية جامعة بصرة رئيسا، أستاذ مساعد دكتور آلاء علم أحمد اختصاص رسم جامعة البصرة عضوا، الأستاذ مساعد دكتور علي حسين هاتف فنون تشكيلية جامعة بابل عضوا، أستاذ مساعد دكتور ناصر إسماعيل جعفر فنون تشكيلية جامعة البصرة عضوا ومشرفا. استنادا إلى الفقر بعد مناقشة طالبة الدراسات العليا ميسون داخل ماهول حول رسالتها المعنونة العشوائية في الفن التجريدي العراقي المعاصر في يوم الخميس الموافق 9/6/2022 واستنادا إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات دراسات العليا وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوع رسالته واستيعابه ودفاعه عنها اتخذت اللجنة التوصيات التالية: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها والمثبتة طيا وبتقدير جيد جداً.